في بارتي موت الحضاريه في سبع خطوط حضاريه منذ شهر جونفي هذه السنه الاجراءات الخاصه بالشيء هذا في اطار اي القرار اللي لازم ناخذه حاليا حتى يتمكنوا ياخذوا وظيفتهم على احسن حال. دونك النقطه الاولى اللي اقترحتها وتنتظروا مني حلولا، الحل موجود بين يديكم، ما عاد انا الا ان اتبع القرارات التي تاخذونها. لا بس الحمد لله. جبرين كاين ولا؟ صافا كيفاش الحال؟ أنت اللي كبير. شكرا خصك. كنت الكونديكتور كي طلعت أنا كي نطلع بيس. كاين لا برومونس هذا الكونديكتور يطلع لك وي. يا 90% دي ريكروتمون. عندنا ديجا ستوك اللي هي راه عندك البوسيبيليتي دوتو كون نعمل سي ما فيزا ديجيكاسيون كون نعمل مون جودي اون فادي ديفيرسيفي راح نحط ان شاء الله على دو بوي 2018 ولا دبل عندي غير ان سول حتى حتى ما تبغيش دير تو اسكو سي لي كونديسيون ديال تاع لي كونديسيون دو كاي تشارج كي اون في كو الناس ما يدوش بالك لا ميزا بري لي 20% جات دو 20% سان دي 10% ولا 15% 15% شحال لا ميزا بري هاد لي لوكو شحال عندك لوكو نوفمبر ما قريوهاش هيا اللي كيدير سي بون اون لونسي ديجا اللي كيدير زادجوديكاسيون يوقع فيها الطياره ولا رانا في الحومه ما صبناش وين نشريو لي بيين نروح لايروبور نشري بيين بلا طياره نخدموا فاشير لا شوبين كامل اوكي ما عندكمش اشكالات مع راجل الثقل ولا في لي بلاص لا سيزي ما عندناش اشكال انا شاكر سلطه الولايه على راسهم السيد الوالي على حسن الاستقبال وعلى اهل سطيف كذلك وقفنا اليوم على مستوى هذه الولايه يندرج على تقييم القطاع في هذه الولايه. هذه الولايه اللي تعرف ديناميكيه اقتصاديه واجب علينا ان نرافقها في هذا المجال. وقفنا على مختلف صيغ وسائل النقل على مستوى الولايه
منها ما هو في المستوى ومنها ما هو مطلوب منا نرفع المستوى والجهد حتى نتمكن أن نكون عند حسن ظن الزبائن وعند حسن ظن المستهلكين. بدأنا في الوهلة الأولى لأسلوب النقل الترامواي، ما شاء الله شفنا الفريق اللي أخذ على عاتقه تسيير هذا النمط من الوسيلة. طلبنا منه كذلك أنه استمرار في مستوى أدائه. مشينا فيما بعد إلى وسيلة النقل الحضري، وين محتاجة إلى دفع، محتاجة إلى جهد حتى من ناحية الحظيرة ومن ناحية التكوين. إن شاء الله بأن كنا مع معية السيد الوالي سوف نضيف لهذه الوسيلة اللي هي النقل الحضري في حظيرتها إن شاء الله في الأشهر القادمة حتى تتمكن من أدائها على أحسن حال. بعدها رانا اليوم في المطار، نشوفوا مدى جاهزية المطار، وجودنا في المطار حتى نتمكنوا نتفقدوا مدى جاهزية هذا المطار في فصل الصيف حتى نتمكن باش نستقبلوا جالياتنا وأداء مهامنا في أحسن ظروف. مديت تعليمات على مستوى تسيير الفضاءات الموجودة على مستوى هذا المطار، بإمكاننا أننا نحسن ونضيف صيغة وصبغة أحسن على ما هو عليه في الآونة هذه. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.